السلام عليكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ اليوم سندرس درسا جديدا من دروس اللغة العربية. الدرس بعنوان دخول الكلمات المبتدئة بلام. انظروا معي إلى هذه الكلمات: ليلى، لهجة، لبن، لطيف. بما بدأت هذه الكلمات؟ ليلى حرف اللام، لهجة بما بدأت بحرف اللام، لبن بما بدأت بحرف اللام، لطيف بما بدأت بحرف اللام. سندخل الآن ال على هذه الكلمات ونرى كيف تلفظ. الليلة، الليلة. اللهجة، اللهجة. اللبن، اللطيف، اللطيف. إذن هذه الكلمات المبدوءة بلام عندما أدخلنا عليها التعريف، ماذا فعلنا؟ إذن عند دخول ال على الاسم المبتدئ بلام كتب هذا الاسم بلامين مع وضع شدة على اللام الثانية، إذن لا تغيير يذكر. إذن عند دخول ال على الاسم المبتدئ بلام يكتب هذا الاسم بلامين مع وضع شدة على اللام الثانية. أتدرب. أدخل ال على الكلمات المبتدئة بلام الآتية: لوز، لوز. لبناني، لبناني. ليمون، ليمون. لوح، لوح. لنرى الآن كيف تصبح بعد دخول ال عليها. اللوز، اللوز. اللبناني، اللبناني. الليمون، الليمون. اللوح، اللوح. كان هذا درسنا لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.